هل نقدر نقول ان احنا بالفعل تتسع رقعة الصراع وان احنا ممكن نكون داخلين على حرب إقليمية؟ نقدر نقول ان في مؤشرات كانت سبق ان حذرت منها القاهرة فيما يرتبط باتجاه الصراع لأخذ منحى اكثر خطورة. يعني ما نقدرش نقول ان هي هتتجه لحرب إقليمية، سواء يكون احد اطرافها اسرائيل وبعض القوى الإقليمية الاخرى زي مصر، او اسرائيل واحد القوى الإقليمية الاخرى زي ايران. لكن يبدو أن القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بشقيها الداخلي والخارجي، الشباك والموساد، التيار الرئيسي فيهم مرتبط بفكرة التصعيد العسكري الميداني من ناحية، ومن ناحية أخرى مرتبط بإرباك المفاوضات السياسية. وده مرجعه ان اسرائيل دخلت 4 حروب سابقة في مواجهة حرب غزة. وكما تعلمي حضرتك ان السياق كان الحاكم لكل حرب مرتبط بمناوشات محدودة يعقبها تدخل الوسيط المصري ونصل الى وقف مؤقت لاطلاق النار وتحدث هدنة وتنتهي الحرب. لكن نتيجة الطبيعة المختلفة لهجمات 7 اكتوبر التي تحولت الى حرب تجاوزت، يعني احنا هنقترب من 8 اشهر من عمر تلك الحرب، بفعل التأثيرات العسكرية التي انتجتها في الداخل الاسرائيلي 1200 شخص. كان في بعض الاحصاءات او التقديرات الاسرائيلية تحدث عن اكثر من ذلك 1400، لكن التقديرات الرسمية 1200 قتيل في هجمات 7 اكتوبر. بالنسبه لهم هذا الرقم رقم ضخم. وبتملي التشبيهات حتى مش في الكتابات الدوليه وانما حتى في وسائل الاعلام الاسرائيليه ان هذه الهجمات لم تكن قادمه من جيوش نظاميه. يعني مش زي الهزيمه اللي تعرضت لها، يعني احنا بنتكلم 6 اكتوبر و7 اكتوبر 73 20 23، يعني الفارق الزمني حوالي 50 عام. لكن التأثيرات، لأن احنا بنتكلم هذا التهديد جاي من فاعل مسلح مدون الدولة اللي هي حركة حماس، ده رقم واحد. وبالتالي التأثير البشري كبير. النقطة البالغة الأهمية اللي بتفسر الارتباك اللي أنا بتحدث عنهم بالنسبة للأجهزة المؤسسات الدولة داخل إسرائيل بتعبر عن الارتباك، ان هي أدت إلى تآكل أهمية الردع الإسرائيلي لدول الجوار، لأن إسرائيل دايما تستشعر أن لديها نوع من التفوق العسكري في مؤشرات القوى المختلفة. جاءت هذه الهجمات لتحدث تصدع في مدى او تآكل موضوع الردع الاستراتيجي اللي كان بتمثله اسرائيل لدول الجوار، بل ان استطاعت هذه الحركة ان تحدث تأثير وتدخل في العمق الاسرائيلي وتصوير بالصوت والصورة لمدة اكثر من 4 ساعات، على نحو جعل ان هذا الردع وادعاء القوة التي لا تقهر بأشكالها المختلفة مش بالمعنى العسكري فقط، وإنما بمفهوم الأمن السيبراني أيضا في هذا السياق. النقطة الثالثة واللي بالغت الأهمية، وهي أن إسرائيل أي من الأهداف التي وضعتها للحرب لم تحقق أي منها، سواء المرتبطة بالقضاء على القوة العسكرية والصاروخية والقذائفية لحركة حماس لم يتحقق ذلك. الهدف الثاني المرتبط بتحرير المحتجزين أو المختطفين الإسرائيليين